السلام عليكم، شكرا لكم. فيديو جديد، فيديو لكم كل سعر هاتف رادمي نوت 11 اس او. ما نشوف سعر الهاتف هذا ونهضر عليه. نسال فيديو جديد، فيديو شكرا في القناة اذا مكنتش مشتركين. انستغرام تلقى في صحيح ابوني. المهم نبداو باول حاجة اللي هي شكل تاع الهاتف هذا. ماهو شكل تاع الهاتف هذا كيجي داير، باش تفرقوا بينه وبين النسخ العادية تاع نوت 11. هو هذا جي فيه هذا وين كاين كتيبة رادمي العفسة، وتميزوا في الشكل تاعو. هاتف هذا يدعم 5G. دوك نهضرو على البروسيسور لي يجي بيه. نبداو بالشاشة تاع الهاتف هذايا. يجيب شاشة اي بي اس ال سي دي 90 هرتز، الحجم تاعها 6.5 انش. بالنسبة بروسيسور لي يجيب بيه تيفون هذا، يجيب بروسيسور ديمون سيتي 700 و جي بي يو جي بجي 57 ام سي 2. بالنسبة لنسخ ستوكاج والرام لي يجي بيهم، يجيب نسخة واحدة تاع ستوكاج لي هي 128 جيجا، والرام يجيب نسخة 4 رام ونسخة 8 رام. بالنسبة للكاميرا تاعو، يجيب كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل. بالنسبة للفيديو يصور حتى 1080 بي 30 فريم، والكاميرا أمامية تاع السيلفي تجي 8 ميجا بيكسل، تصور كيف كيف 1080 بي 30 فريم. باتري تاع الهاتف هذايا يجيب باتري 5100 امبير، شحن سريع تاعها 18 واط. بالنسبة للتليفون هذا العفسة اللي تميزو بزاف هو انه يدعم 5G. كيما مواصفات تاع الكاميرا تاعو سمو ماهمش اقوى مواصفات مقارنة بالمنافسين، تسمى يكون على الاقل جاي صور 1080p 60 فريم. بالنسبة للسعر تاع الهاتف هذايا، السعر تاعو تلقاو يدير من 4100 حتى 4250، نسخة 8 رام 128 جيجا. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وفيديو فتكم به. كيما قلت لكم اشتركوا في القناة اذا مكنتوش مشتركين، الانستغرام تاعي خاف صح لي ابوني. قولوا شكون حابين تشوفوا فيديوهات الشاية، شوفوا فيديوهات يديروهم من قبل في القناة. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.